الفاتحة. أعرف رأي على جنازي ولا على فرح؟ على الجهنم اللي تخفيه. أخي أنت ما زودت بلبسك؟ ما دخلك؟ كأنك شمتان بموت الزلمة. خلاص يا مريم. عايشة؟ خدوج؟ وليه؟ ولك ما شايفين ولا فيلم بحياتكم؟ ها؟ ولا فيلم أجنبي؟ دفعنا دم قلبنا للستلاي، اشترينا لكم صحن قد الجحش. ولك تفرجوا على الافلام، تعلموا المدنيه يا شوالات التبن. شوفوا شلون الاجانب بيروحوا على الجنازات، الرجال والحريم على اخر طرز مثل الفله. وانا هيك ولا زعلان على موتة عمر بهالطريقه؟ شاب صغير مثل الورد الواطي، بس يا حرام الله ما بيحبه لهالمسكين، والا كان رب العالمين أخذ أمانته منه وهو بالجيش وراح شهيد، ما كان راح هيك على الفاضي. والله ماني زعلان غير على جواهر المسكينة، مخطيتها بنت صبية كربوجة كتير لساعتها بأول شبابها، مو حرام تقضي عمرها أرملة؟ مين بده يحن عليها ويضمها؟ مين بده يطلع على وشها المسكينة هاي؟ ولسه بيقولوا انه قلبي انا مثل الحجر. شو هالاحلاك؟ شيء طبيعي، أكيد ما رح يجيب الشنطة يخبيها هون بالبيت. يلا نروح. تسلم. الله يرحم. العمر إلك معلم. تسلم يا شيخ. تغمد الله فقيدكم.
لي ما اجيت امي. هيك شب مثل الورد ناصفي منه يا حرام غير كم عظمي. ما راح تتحمل يا حرام. الامر الك عم دينار. يسلم عمرك. شو في؟ لقيته على طريق كرمنا عايش بس محروق شوي. انت خدي مني صغير. ماشي تعا ابني تعا تعا يا عمري. انا بنزل الزلمة. على مهلك على مهلك وقف شوي انا بساعدك. ما بعرف اذا بعيش للصبح. يا حسرتي علي. ارفعي مي. يلا بنتي اسحبي اسحبي انتي. يمكن نفسه صار منيح. يا ترى مين بيكون؟ يمكن يكون شي مهرب. ليش محروق بهالطريقة؟ الله يعلم بنتي. مادام تركوه بهالحالة هاي معناها عنده تار أكيد. فكروه مات وتركوه الظاهر. تتذكري شو قالت الختيارة؟ شو هالحكي؟ معقول؟ هي ما قالت هيك؟ دوريها بعقلك. طلعت على النار وشو قالت؟ بنتك ما رح تطول أرملة. بده يجي فارس شهم من غامض علمه ياخدها. ايه؟ قالت هيك. بس هذا ميت يا أمي. وين هالفارس؟ إذا نفد بعيش أعمى أو أعرج.